مرحبا أصدقائي الصغار، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المغامرات فيسلوك أبطال. تحت ضوء النجوم المتلألئة وبين أزقة المدينة الساحرة تنتشر حكاية الشاب الشجاع والمغامر اللي يحمل في قلبه أحلام كبيرة، وهو بائع فقير ويلقى مصباح قديم عنده قوة سحرية. استقبلوا معايا أصدقائي ضيفنا زكريا اللي راه حاضر معنا اليوم باش نحققوا له حلمه في أنه يصبح شخصية علاء الدين. مرحبا زكريا، راك حتى وكلاس اليوم، واش راك؟ صافا الحمد لله. نقدروا نتعرفوا عليك؟ نعم تفضل. أنا اسمي زكريا إباري، عمري 9 سنوات وأقرأ في السنة الرابعة ابتدائي. ما شاء الله عليك زكريا، قصة علاء الدين تربينا عليها كبار وصغار ونحبوها كامل، واش تعرف عليها؟ نعرف بأن كان شاب فقير عنده صديق قرد ولديه مصباح سحري. والمصباح السحري هذاك واش كان يدير به؟ كيحكوا يخرج جني أزرق ويقول له شبيك لبيك. كان يقول له شبيك لبيك ويحقق له الأماني. ويا زكريا، زعما لو كان انت يطيح في يدك المصباح السحري، وشنو هي الأمنية اللي تتمناها؟ نتمنى حنكون جوات كرة قدم، وإن شاء الله تولي لاعب كبير في كرة القدم. وعلى بالك يا زكريا، أنا لو كان يفتح في يدي المصباح السحري واش راح نتمنى؟ شاه نتمنى؟ أنا نتمنى باش لو كان نقدر نحقق حلم كامل الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا، ونجيبهم برنامج فيسلوك أبطال ونحولهم لشخصية هما حابين يكونوها.